كان هناك رجل يقال له الربيع بن خثيم. هذا الرجل مضرب المثل في الجمال، أعطاه الله عز وجل جمال شديد، وكانت لا تراه امرأة إلا تفتتن به، حتى أنه كان يغطي جزءا من وجهه من أجل أن لا يفتن النساء. ومع شدة الجمال الذي أعطاه الله عز وجل إياه، إلا أنه كان من أخوف عباد الله بالله، وكان من أتقى عباد الله. تواصى أهل الفساد في تلك القرية وفي تلك البلدة، وهم والله في كل بلدة، تواصوا على إفساد الربيع بن خثيم، فأتوا بأجمل النساء. الآن مخطط فساد، أتوا بماذا؟ أتوا بماذا؟ بالنساء، بالمرأة. أحضروا أجمل النساء وقالوا لها هذه 1000 دينار. قالت على ما؟ من أجل ماذا؟ قالوا من أجل قبلة واحدة من الربيع. قالت قبلة، ولكم فوق ذلك أن يزني. فذهبت إليه في خلوة وعرضت عليه شيء من مفاتنها، فصرخ فيها قائلا: يا أمة الله، كيف بك لو نزل ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ يا أمة الله، كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ يا أمة الله، كيف بك يوم أن تقفين بين يدي الرب العظيم؟ يا أمة الله، كيف بك يوم أن ترمين في الجحيم إن لم تتوبي؟ فهربت وبدأت تصرخ، وهربت من عنده عائدة تائبة لله جل في علاه، وأصبحت تصوم من النهار ما تصوم، وتقوم من الليل ما تقوم. وكان أهل الفساد إذا تذكروها قالوا: ذهبنا بها لتفسد الربيع، فأفسدها الربيع علينا. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إن